كان بإمكاننا أن نلقيك إلى الإسم التنفيذي تتطرق لوضع عام دوليا وجهويا ومحليا. كان بإمكاننا أن نتقاسم المعاناة التي تعيشها الطبقة العامة بصفة عامة على المستوى، ولكن ردنا ليست إحصائية. فلما اتصلنا بالإخوان ديالي أو أنقذوا ما يمكن إنقاذه في هذه المنطقة هذه، أستاذة حسن أعضاء مجلس الوزراء اللي شاركناهم جميعا تقاسمنا معهم كل المعطيات وكل الهموم، وذلك لجنة تحريرية وإن كان له تصور كان له ملاحظة على أنه جلسة يدخلها المقتدين، فكنا نلبس أن يشارك الجميع حتى ولو لم يكن كونفدرالية، لأن الباب الكونفدرالية مفتوح ولا يحتضن الجميع، ولا يمكن حتى أن من ينتمي إليها يمكن الإبعاد. بطبيعة الحال لاحظوا الجميع حضر معنا ولم نعترض على أي حال، رغم الإخوان كانوا عندهم تحفظ لجنة تحضيرية. مع الأسف ما مش أدبيات تنظيمات كلها انه في الجمعيه العامه تدخلوا التوام. هذيك نظرا لقناعتنا وحريه الراي. تركنا الاخ فاثار قضيه ثنائيه وهي قضيه التعليم. وكنا خمس كلنا قاديين. خمس كلنا قاديين. دور الله. اخوان الباديه. كانت كلنا خاليين، قلنا لا يمكن نهائيا ان نمشي احد. سالنا عن القيادة العامة كيف يمكن ان ندبر مرحلة ومرحلة جديدة. ونحن نعرف ان بمناداتها تستجاب معها. عندنا قناعة تامة مع الاسلوب. ولما كنا في الاجتماع التنفيذي وتداولنا انه سيكون جديد الاتحاد المحلي هذا اليوم، كانت كلمه لا الاخ الاموي ولا الاخ زايد دبروا المساله بهدوء وحاولوا يمسكوا الجميع. وجئنا بهذا المصطلح وجئنا بهذا التوجيه، ولو عفوا بهذا التوجيه على نشبك الجميع. بالنسبة للتعليم وصلنا في عند رسالة من الإخوان من ولد كرم عليهم، ولكن في المكتب التنفيذي لا يمكن أن يتداول في قطاع له عنده صلاحياته وله إجراءاته وله قوانينه وله تنظيماته، وبالتالي تركنا أنه يتم الوطني ولم يشتغل فيما يوصل فيما أشار إليه وهو واقع. بالنسبة للمكتب التنفيذي ينتظر قرار المكتب الوطني، لا تنظيمات هذه الأشياء أبجدية. هو حكومة ومناضلين يلتزمون بما يأتي في قوانين. إذا جئنا بصدر الرحب وأن نشارك الجميع وجعلنا هذا اليوم يوما حسن نضال، ولا وهذا لم يؤثر بطبيعة الحال لما تصلنا وطنيا في ولا على المستوى الوطني، قال لي يؤثر ذلك. مرحبا بمن يشاركون همومنا ومشاكلنا وما أكثرها مستقبلا، فنحن في حاجة، ولكن من يدبر أشياء أخرى وربما لن يلقي المستقبل، فالمدينة ربما ستكون فرع أخرى حاول أن يمشي بشكل أو آخر أن يجعل عقلها، ولكن لن يعقل أي شيء ما دام أن إرادة مناضلات المناضلين. وأنا أعرف الجزء ماشي من اليوم، أعرفه من كنا في مجموعك في المدرية كلها شحال من سنة سابقا ولا معاد الدنيا ولا كعهد كعرف انا تازا العهد الجديد شي اللي بغيت عنده في السياسي كعرف تازا شكون هي تازا. اذا لم ياتي لها من اثر هو الذي انسحب ولم يقطع الحساب على الاقل ثاني، وسيترك بصمه كبيره في داخل تنظيم كوفدرالي في تازا وفي مدى تازا انه ما يهمني ماديا فانا بريء، كان هنا غادي يكون اقوى، ولكن انسحابه بدون ان يقدم تقرير ادبي اماديا يطرح على الاستفهام، وهذا الكوفدرالية
لا تتسامح بمالية المناظرين لأن الإشكال تشبه. سنتابع بذلك ونخش من هنا ونخش المقر ونفتح المقر بحضور جدة ونفتحوش الكاين. وشفنا أنه سال دين ديال الكراء على مدة ما قيمته 3 ملايين. درت أدى لصاحب الكراء. تكلف المسجد التجريبي بسعديتين. تكلف المسجد التجريبي بسعديتين. والباقي تدبروا حالتكم السابقه. وسنتكلفوا لكم ايضا بمعرفه ماليه المنظمة. اما ان اعطى سيدي رحلو فيرحل اللي هو الحراس. احنا ما رحل ما رحل حتى شي واحد ولا رحل حتى شي واحد. ما رحل حتى شي واحد. البقاء للاصلاح. فيسمحت لي فعلا كانت كلمه في اتجاه اخر ولكن نظرا الان مش حتى شي جديد غير التنظيم سنتكو جميعا التنظيم وشرف فينا كبير جدا ان يقول من يرحل يقول الاخر ارحل وهو رحل قبل ان يرحل الاخر شرف فينا الوضع صعب اقول لكم وضع صعب الآن مقبلين قبل المعارك ومقبلين على المعارك ضارية مع حكومة ليست حكومة تسير السهاب بما يسيرها غير حكومة لا تسير السهاب بقدر ما يؤخر لكم وأؤكد يسيرها غير لأن الإقدام على فرض تقاعد خلاص فيكم هنا وتذكروا كيفاش نواجهوا معركة مقبلة لا في التقاعد ولا في الاتفاق 26 آبي ولا ما يحاك استقبالا بعد هذا هو إجازة العمل النقابي في المغرب ومعالجة بها وإجازة العمل النقابي سيدة عامة لحكومة تصرف لأنه باش نمشيو نقع في تركيا نمشيو نقع في العالم وفي المغرب ما وقع النتيجة السياسية قالوا الآن العمل النقابي هو يسير هذا هو اللي خطير رئيس الحكومه اللي كيغير مواقفه من درجه اخرى معناها لا يسير لا يسير يخدم وسير يسير نجاح اضراب عام ما كانش يتصدر سداخلهم مخاخال الان انا عارف منهم قال هي اللي نعرفهم وكان عندهم كارتوف جلال يرتسي تبعهم هم وليت الاخوان في الصوره الاداره الديانه الجديده ديال الباسكون عارفوا قبل ما يكون في الاتحاد الوطني الشرق هما داخلهم كذلك يعيشوا صراع لانه هو مقسوم قيادي هكذا راه بالكلام ليس زعيم حزب بقدر ما هو دوله بمعنى انه يسير سياسيا توجه الحزب هذا قيادي هذا شيء مش سهل الان طلعت لي من السكان اللي داكور كاملين صرت على خاصه راه غادي تفضل هذا اللي خدمت فيه مثلا وجلهم في القطاع خاص تستفاد طول القطاع الخاص لان صار عندها في المسجد التكفيري لن يكون هناك فارق بين القطاع الخاص والقطاع العام هناك من يريد ان يلقي هذا الصراع اللي يحتاج تمكن الجهات المعنيه والتي تبرك بالمقاهي وغيرها منتديات وغيرها وغيرها من اجل فك الارتباط بين القطاع العام والقطاع الخاص. شيء مقصود. لانه لا يسمح حتى القطاع الخاص. ولا اقولها من اجل نظرات عواطف او من اجل جو. ما ياتي القطاع الخاص اقبح مما سياتي القطاع العام. وسيختلف القطاع العام والقطاع الخاص. لان العولمه الصندوق الدولي التوجهات العامه التوجهات ديال السياده البلاد قد في اتجاه كيف نواجه ذلك؟ نواجه ذلك بالتضامن نزلوا الظلال نزلوا الظلال باش نهضر والا غادي تجي واحد من النسابه غادي تلقى راسك قطع الاخر قطع الخاص هناك توجه سمعوا ما كاينش العود رئيس الاتحاد القومي المغربي من المنصب
كتسمعوش تصيحات ديالها، ما تسمعتوش كيقطع النبوة. كتسمع هذا الخطاب خاص تسمع له الآثار تحكم مثلا. لم يكن هناك مفترض. ستكون المناولة. والمناولة ماذا تعني؟ لأن الشركات نتاع الجهة السياسية هي اللي تفرض ذلك. تعني أن تصل بالمعلم ديال الدار. عندي 100 حتى نخدم 10 الله يعاونك خويا. دول أخرى كانت دارت ودارت شوية راه عندهم استمرار وانقطاع خاص. حنا عندنا تعادل. مستقبلا لا يكون عقد لأن العقود أصل العقود أنها غير محددة بالمدة. ستكون محددة بالمدة مستقبلا. أبقي كذلك تقييم إضراب. لأن كذلك إضراب إلا تخطى الساعة في خمسة شهور. ومجرد دابا غادي يصير شي حاجه اللي غادي تجي تسمعني قيل هكذا وزير العدل وجه لوجه ما كانش في نوعية انا وجه الدق ما تجي تسمعني قال لك البطوله غير متفقه على ما تجي تسمعني جديد طرح لنا 1980 و1989 في مؤتمر افريقي الاخير في اديس ابابا كما طرحناه في منظمه العمل العربي طرحناه جنيف جنيف منظمه العمل الدنيا غير متفقه على هذه الحكومه لأنه رأس المال لا يتحكم. الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام اسم تابع واحد. وجايبين لها بجد تصير تبيع وجابوها الصحة. وغادي يجيبوها في التعليم وغادي يجيبوها في العلم وغادي يجيبوها مجموعة أشياء. غادي يجيبوها مجموعة أشياء كما التوجه الألماني التوجه الأمريكي. تابع العلم. جايبين لها مجموعة أشياء. حنا في هذه اللحظة اللي خصنا جاءنا على البلاصة الترتيل الخاوي كيخدم جهه اخرى وما يحس براسه وهذا هو الضد هي الاول والاخير لكن كيصبح راسو كيحسب وحدته كيحسب بيتو ماشي هو تعي الان غادي نزيد تعي الان كاين بعض الرجال التعليم سمحوا لي بغيتكم هاد الهضره واخا هي كلش تعتبر فقهيه ولا تعتبر تربيه كلا يعتبر راسو انه ديك الساعات الشهرين مقبل لن يكون هناك ساعات في التعليم العموم في التعليم الخاص بالنسبة للعموم وليس من الطلبة الأساتذة المتبرعين ليش؟ سيحاول على أول من مدتهم على الأكاديمية من أجل تسردهم في القطاع الخاص باش حتى ما نكونش لأنه هذا وزارة هذا الحكومة غادية فيه باش تقطع الساعات الإضافية باش توجهوا هذا الشراكة جابوا لنا بالشتاء الاجتماعي والصحة انا نسمي عندي فلوس نقدر نجي سبيطار كبير هنا جاي فين ما كاينش شركات اخرى في الحدب تبيع الفواد غيرها ولكن بعد بصعوبه وبمعاناه داخل الجليس والسارع وقفناها على اساس انه سير لان الاغلبيه كانت تسمى ديال ويف ديال الخبراء ديال الفلوس ديال الشوت رابحين فقنا احنا انه يسير يكون متسح السويتار خصو يسيرو يكون دكتور ولا يكون عنده إدارة صحية معترف بها بطاقة الدولة ديال وزارة الصحة ما يكونش ديال القطاع الخاص وكلشي في التعليم انظروا إلى ما وقع في استسارة المغرب وما سيقع في بيت المستقبل الرباط في كحك وفي تاو كذلك واش استسارة المغرب والبلاد اللي عشنا معاهم منذ السبعينات من الكونفدرالية وفي الكونفدرالية كنت على ارتباط بهم كبير كما دابا جاي الاخ انه الاخ الناس كنت باكل عاش كنت مرتبط به كبير في الميزو باش نقول لك انت الوضع ما تقدرش تكون تا من الميزو كيجي في العشيه ما يقدرش يجي في السنان الان تيقبع هو جايب لكم الان قانون الاضراب واخطر قانون وجايبين تقاعد وما تابع عدم التفاوض في الطالب رفض التفاوض في الطالب شوف بغيت نعوش معنا الاخوان قال انه غادي التقاعد غادي يجيب درجه وغادي يدي 900 درهم وغادي يزيد 150000 فرانك التقاعد صرح بها في الاخير تبعين تبعيش التقاعد كما بدا خصوصا والتقاعد حنا في الكونفدراليه وفي التقنيين ديالنا ولا الاخوان ديالنا ما عادش نحتفل ما عادش نحضر التقاعد ما
ما فيش شقين شمولي، ماشي كل واحد تلقى الصندوق ديالو الصديق ديالو في الوكالة ديال توزيع الماء والكهرباء صندوق الاتحاد المغربي للشغل في الوكالة صندوق الاخر صندوق الاخر صندوق الاخر صندوق الاخر صندوق. لو كنا صندوق قطاع قطاع خاص تدخل في سالية كلها ولا صندوق تلقى ماشي قطاع صادر كلها والقطاع الاولوية كله يدخل الصندوق ديالو صندوق واحد وفي الجنبين ديالو لا صندوق اللي دعمت به شكون صندوق شكون صندوق اللي دعمت به واحد في المية ولكن خصوصا مع في والو ولا داك اللي دمروا العمل النقري بهذا السلوك ديالي هذه اللحظة هذه اللحظة ديال التنازل على واخا نقول أن مظلوم التنازل يقتضي أن يكون في هذه اللحظة هذه من أجل مواجهة طرف آخر 40 سنة حسب لها في المجلس الشعبي 40 سنة من العمل وحسب 8 ولا حسب 7 ولا كذا لا تتعرفش كيدوزو راه 15 من السنة الأخيرة بدا رجعو نجيب كذا لا درنا حساب الخمارة كلها مع والو تبري معنا تحليل مع الخير 86% من الأجر 40 سنة 86% من الأجر خليك شفت هذه اللي تبان تدوز فيسبوك فيسبوك من الاجل راه كنا حابين نشوفوا شي حاجه نشوفوها توضيح هذا الشيء كان باش تفاصيل ما بين جميع النقابات الاربعه صوتوا ضد الشيء الا الا ديال الاتحاد الوطني للشيء دول صوتوا مع البطوله وغيرها وغيرها الخبراء ديال الدوله نعم هذا اللي خصنا نشوفوا المستقبل المستقبل الشركات غتولي في الماليه الشركات هي اللي غتولي هي اللي ما تقدرش تجمع فلوس هي اللي غتبقى دير لانه ما بقاش الثقة في موضوع خالد غادي يحولوه كيما وقع في وكالة الوكالة ديال الماء والكهرباء دابا لما يكون كيقوم بالاعتدادات ديال زيت العلم هو سوت عليهم ما عندهمش الوضع الجاي صعب خصنا نتفكروا كامل مع الاسف هذا الشيء كيخدم طرف اخر ولهذا انا متفائل والاخوان في التصرف بهم متفائل يسيرون في التنظيم لان ما يهمنا هو التنظيم لمواجهته وما هو اتى وما هو اتى اقبح مما هو فات لان الان الخطاب كيضمروا ضمروا جميع المستويات باش يفرضوا القرار فيهم فلهذا الاخوان كنبلغكم التحيه ديال الاخوان ديال التنفيذي كنقول لكم على الاصل الاخلاوي اللي هو حرص باش يكون انه منتج تولي النقاط لست الاعداء لان احد ما كناش في شهر غادي نجيو نقولوا انه هو تحيدوا هذا ولا ديروا هذا ولا ديروا هذا دائما تكون تتزامن ديالها ولكن اشياء فرضت علينا وفرضها هو الذي فرض هذا الزهر سؤالي لهذا كنقول لكم هذه العباره البقاء اصلح صحيح كيبقى مثلا شكون اللي غادي يشوف ثاني ما ثاني ما عندهم والو راح جاجو في الحال يشوف حالته لانه انا في عجله ما كنتش العقب يكون اللي خصنا نعملو اليوم مستقبل كمناضلين هو خلاف هو دماغ الشداد هو عندنا توجيه قبل ما ندخل الجانب ديال التنظيم عندنا توجيه حضور المراه حضور الشباب التجهيزات فتاه التكوين ضروري ممكن عندنا تجارب من هذا الشيء سنه تاع الاخوات سنه قليل نتمنى ان المستقبل يبقى مناصفه فعلا راه كونفتري كونفرونتي الشو بالاساس بالاساس هو تحدى اي شو على قناه اخرى بالاساس ومازال حتى هي بالاساس اللي دخلت فعالت بالمناصفه في مجلس التنظيم الاجتماعي وخرجت توصيه للحكومه بالمناصفه كونفدرالية حتى في الترشيحات في الغرفة الثانية اتصلوا بنا في الاتحاد المغربي للشغل واش واش ديروا مناصفة قلنا لك غادي ديروها وراك دوزنا ميشاس وما فهمتوش أن رئيس الائحة عطيناها ماشي داز بها هكاك زعما تولي 11 حنا هي ما كايناش غير في العيادات ولكن دوزنا بالعكس درنا هذاك الشيء باش ندوزو ميساج جديد حتى في المنتديات الخارجية المرأة والرجل حنا الأول وزاد حتى الآن عاودت أخيرا مع الخوت ديال الاتحاد ديال الشغل جابوا معنا رجال
لهذا احنا بالنسبه لنا المراه حاضره وعندها تجربه في الكراس سمحوا لي رائده اليوم راه كنت تسوي اليوم شريت اختي اللي كانت تسوي القطاع الفلاني لان عرفنا هي وهي اكبر واسط بحال حي فاسبوك كتحسن الواس فاسبوك كتدخل الحمام كتقول عندها الاضرار كتمشي عند مول الصداد تقول عندها الاضرار كتمشي الكذا عندها الاضرار ندير على هذا تشوف هاد الدور وجينا معارك كبيرة جدا بهذا العمل هذا ولهذا نتمنى أن مستقبل الجهاز المقبل يفتح يده للمرأة والشباب اللي على خصهم مستقبل لهذا قبل ما ننتهي نعطي الكلمة للأخ ناسي لك الباقي ولا شي مضافة في فوتة مش يفتح إذن سد العسكري أتمنى أنه ونقول لكم الآن جهاز ديال الجهاز المقبل راح نستقبل وندخل للجهاز الجهوي تازا فاس بولمان بزاف الجامعات جميع القطاعات كل جهة غتكون جهوية مالية كل شيء في هذه اللحظة اللحظة أنا أقول في الولايات المتحدة لحظة تستطيع أنه تلازم أصبح هنا مرحلة قيادة معينة لقينا مع خط فازر هنا في التلفاز قيل لنا نتمنى نبقى التواصل انه غالبا يكون دماج اخر يجي تحت مع الاخرين اخوه اخر مقاله اخرى يكون في الديمقراطيه الشعوب اذا ما نطولش معكم ثم تازع في التجربه مش اشخاص مرتبطين اشخاص مثل مرتبطين منظمه منظمه ديال القدره ماشي خطر لو كانت خطأ لكانت من 2000 لما داروا فدشة واللي ما كتذكروا الرسالة اللي كان صيف مدير الأمن إداك بالهجر ماشي تهني الأمن تكوين مقابة فدشة واش مازال مازال رسالة الآن دا موجودة ما عرفتوش عندكم هنا ما عرفتوش كذلك تكوين ما يسمى الموسيقيات كان مقصودا باش الناس تملل الاضرابات شاف الدروس حتى حاجه مقصوده ما بقاش هذا الصوت حنا اللي دينا غير نتقاوم نشد واحد شاد وحده وواحد شاد واحد هي الوصيفه كل شيء خير هو اللي مزيان لكن ما خلاش يدير والو لهذا جات عاوتاني وراها نقابه اخرى وجات معها نقابه اخرى وخرجوا نقابه معها نقابه وصيفوا معها نقابه معها نقابه وباش دابا كيدير تقول اقول لكم ورسمنا وزير الشغل رسميا ورئيس الحكومه واش رسمنا رسميا واش رسميا وقلنا له بان الانتخابات غير نزيهه ديال الجنه الوراثيه ولا ديال ملك عمر ولم يمشي واحد قلت هذا وجه وجه لوجه وزير الشغل وجها لوجه سيخلى الاولى والثانيه 21 يوم عاد على النتائج لم تكن هناك الا نقابه الاتحاد الوطني للشغل ونقابه وزراء الدفاع الشغل عندها سميتو ناصر اما باقي ما عندوش بلاد انا اقول اقول هذا الشيء اللي عندكم سيقدروا هنا لو كان تحدى وسي وزير الشغل تعلم النتائج ما تكون في السوسي ديالو حتى المراسلات راه مش مش بمعنى انه وقف العداله التنميه وكانت تحاول الشغل وتحت على كانوش ما عندوش ما عندوش عفاه في مخطط الصوفي ما عندوش 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 وزير الشغل تما ما بقاش يجاوب احدى المتابعين تفكر راسنا رساله رسميه ورئيس الحكومه ما جاوبوناش والثانيه تفكير وقلنا هذا في المواجهه ولم يرد عليه حدث بحاجه واش يدير وجه لوجه في اجتماع السكوت اجتماع السكوت ديالنا اللي جاء ديال تسعه الفوضى الجماعيه ولم يجمع ذلك على انه ما خافش ولا زعيم خافش وزاره الشغل هذا الشيء أقول لكم بصدق
وطلب من الشرطة تحت المزدان رؤساء هم لا يعرفونش. فتمنى المؤتمر هذا النجاح وانا على يقين النجاح ما تكون نجح وبدا يقول عزيز وقد حضر هكا غمامة ورغم غرمة فبهذا اتمنى يكون نجح ان شاء الله ويكون في مستوى تكون في هذه الجهه اللي قلنا قدام تبكي باش ندير مخرج مستقل تقدر المراه تقدر الشباب في المستقبل وتمشي ليا ما كاينش اقصاء.